حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. غريب يا مظلوم كربلاء، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد وقى افت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى قلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبري أبيها. لم تله عين جمع العيال وحفظهم وفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا حما فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي، تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها، ومن حادي يسوقها يا زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها.
واسف على الخدر خذوهن سبايا على هزل ركبوهن ولا بجت وحده يضربوهن هي والحاد يحدي بسايا يا ابوهن كاني بزينب تنادي اني والله بقيت محيره وصفج وصفج بليد انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من تهمل من تهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر هي والله وتبقى عبرتي بصدري يا تكسر ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أبرزت الروايات الشريفة المروية عن أهل البيت ثقافة الارتباط بالإمام صاحب العصر لذكره أشرف الصلوات. وخصوصا من خلال تعاطي الدعاء. نحن في الواقع مقصرون مقصرون في حق هذه القضية، قضية الإمام سلام الله عليه، حيث أننا نعيش وللأسف الشديد حالة من الجفاء، حالة من الفتور في العلاقة مع الإمام سلام الله عليه. ولهذا ارتأيت أن أخصص الحديث في هذه الليلة للحديث عن مفردة ووسيلة من الوسائل المهمة جدا لخلق حالة من الارتباط النفسي والروحي والفكري بالإمام سلام الله عليه، وهي مسألة الدعاء، الدعاء للإمام عليه السلام. لا أخفيكم أنني استوقفتني هذه المسألة كثيرا، وهي كثرة الأدعية الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم
في شأن الإمام صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف. لم أجد قضية كهذه القضية من حيث يعني قضية تدعو النصوص صراحة إلى تعاطي الدعاء معها أو فيها كمثل قضية الإمام سلام الله عليه. عشرات الأدعية بل مئات الأدعية يستطيع البعض أن يؤلف كتابا إذا أراد أن يجمع فقط وفقط الروايات والأدعية الواردة في هذا الشأن، ممكن أن يؤلف كتاب مجلد بل أكثر من مجلد نتيجة كثرة هذه الروايات وكثرة الأدعية الواردة عن المعصومين سلام الله عليه. وكثرة الأدعية تدل دلالة واضحة على أن المعصومين يريدون لهذه القضية أن تتحول إلى ثقافة، مو مجرد مسألة معرفية، مو مجرد مسألة يحسن بالإنسان الاطلاع عليها. عند بعض المسائل يعني يحسن بالإنسان المؤمن أن يكون مطلعا عليها، لكن هناك بعض المسائل هذا الحد ما يكفي، لابد تتحول إلى ثقافة يعيشها الإنسان في حياته. قضية الارتباط بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف مو مجرد مسألة يحسن الاطلاع عليها ويحسن بالمؤمن أن يسعى لاكتساب المعرفة المتعلقة بها، بل يجب على المسلم، يجب على هذا المؤمن أن يعيش ثقافة الارتباط بهذه القضية بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. البعض يدخل على بعض الأئمة سلام الله عليه فيتحدثون عن هذه الفترة التي نحن اليوم نعيشها وهي فترة الغيبة، الغيبة الطويلة، الغيبة الممتدة، تعابير مختلفة نلتقي بها في الروايات. في هذه الغيبة الطويلة، في هذه الغيبة الممتدة، فتن يتحدث عنها المعصوم سلام الله عليه. زين، النجاة منها كيف يكون؟ حينما يسأل هذا السائل وكيف أنجو منها؟ إن أدركت ذلك الزمان كيف أنجو منها يا ابن رسول الله؟ شلون أنجو منها إيش؟ فيقول الإمام: لا ينجو منها إلا من دعا الله بدعاء الغريق. دعاء الغريق واحد من الأدعية التي تستحب في عصر الغيبة الكبرى، دعاء الغريق: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء يعلمه الإمام الصادق سلام الله عليه لأبي بصير. رواية زرارة، زرارة هم كذلك يسأل الإمام سلام الله عليه عن هذه الفترة، فيعلمه الإمام هذا الدعاء ويأمره بأن يدعو بهذا الدعاء ويكثر من هذا الدعاء في عصر الغيبة الكبرى. يقول: قل اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن القضية مو قضية هامشية. والعجيب أن كثير من المؤمنين لا يلتفتون إلى هذه الروايات، مع أن الدعاء للإمام سلام الله عليه فيه فوائد جمة، فوائد
كثيرة جدا تترتب على مسألة الدعاء للإمام سلام الله عليه. صاحب كتاب مكيال المكارم يذكر ما يقارب 82 فائدة بل أكثر من ذلك، يذكر على ما أتصور يمكن 85 أو 86. على كل حال في كتابه المذكور في الجزء الأول، الجزء الأول الفصل الخامس يعني آخر الجزء الأول، يذكر الفوائد التي يجنيها المؤمن عندما يدعو للإمام سلام الله عليه، يدعو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ويستدل على كل فائدة منها بروايات أهل البيت سلام الله عليه. كل رواية، كل فائدة وثمرة من هذه الثمرات يسوق لها شواهد من روايات أهل البيت سلام الله عليه. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن له، يقصد الإمام سلام الله، لغيبة طويلة، غيبة طويلة، وهي هذه الغيبة ممتدة لا ينجو فيها إلا من دعا الله عز وجل. إذن الوظيفة الأساسية في هذه، واحدة من الوظائف الأساسية في عصر الغيبة، الدعاء للإمام سلام الله رحمة الله على الميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني صاحب كتاب مكيال المكارم، يسوق هذه الفوائد. أول فائدة يقول: يوجب الفرج للداعي، الدعاء للإمام سلام الله عليه يوجب الفرج للداعي. ويسوق هذه الرواية التي ذكرت في كتاب كمال الدين للشيخ الطوسي، للشيخ الصدوق، وكتاب الاحتجاج. يقول: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرج. أي ثمرة. ثمرة ثانية، طبعا أنا ما أستطيع أن أذكر الثمار المترتبة فقط، لعلي أشير إلى العناوين، وبعض هذه العناوين أسوق شاهد أو شاهد. الثمرة الثانية: الدعاء له يوجب ازدياد النعم. يقول: روي في بعض الكتب المعتبرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا من أنفسكم أنكم قد كافأتموه. أيضا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهذا اليوم على رواية يوافق شهادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، في رسالة الحقوق يقول: وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقامة الحسنة وتمحض له الدعاء فيما بينك وبين الله تعالى، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافيته. شوف، إذا واحد أسدى إليك معروف ما تستطيع أن تكافئه، فبماذا تكافئه؟ تكافئه بالدعاء، كما هو واضح من خلال هذين النصين. إنزين، هل هناك من يقدم معروفا لنا كالإمام سلام الله عليه؟ بيمنه رزق الله الورى،
ببركته يمسك الله السماء أن تقع على الأرض، ببركته يحفظ الله هذا الوجود. يعني كل هذا المعروف ما يملأ عين الإنسان. إذن أنا لا أستطيع مكافأة الإمام سلام الله لا أقل، يكون أدعو له. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة إظهار المحبة الباطنية. خب شيء طبيعي، هذا ما نحتاج إلى شاهد عليه، الوجدان يحكم بذلك. أنت جنابك إذا تشوف شخص، شوف أي شخص يصبح يدعو لفلان من الناس، يمسي يدعو لفلان من الناس، يجلس في مجلس يدعو لفلان من الناس، يمشي في الطريق يدعو لفلان من الناس، تشك بأن هذا الإنسان يحب ذاك، تشك بعد ذلك تقول لا هذا لعله ما يحبه. خب هذا الدعاء، كثرة الدعاء له تظهر المحبة الباطنية، مؤشر على محبته لذاك، وإلا كيف يكثر من الدعاء له؟ يعني أنت تشوف واحد من الصبح يقول جزى الله فلان خيرا، اللهم احفظ فلان، اللهم سدد فلان، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، اللهم احفظه من كل شر. بعد ذلك تشك بأنه هذا الإنسان لا يحب أبدا. هذا إظهار المحبة. شوفوا كثرة الدعاء للإمام سلام الله عليه إظهار للمحبة الباطنية. وقد أمرنا الله عز وجل بالمودة، مو فقط ما نكتفي بمحبة في داخل القلب، علاقتنا بالمعصومين سلام الله عليهم ما ممكن أن نكتفي فقط وفقط بالمحبة القلبية، كل واحد يحب الإمام في قلبه وانتهى الأمر، لا، لابد تبرز المحبة، المودة إبراز إظهار، يعني من خلال سلوكك من خلال تصرفاتك أقول فعلا فلان يحب المعصوم. أما أن أكتفي فقط، بعض المسيحيين هم يحبون الإمام أمير المؤمنين سلام الله، بعض المسلمين مثلا تشوف علاقتهم بالأئمة سلام الله عليهم يحبونهم محبة عاطفية فقط، يعني محبة في القلب، أما يبرزها من خلال شعائر من خلال ممارسات، احنا في ثقافتنا لا، لابد من إبراز هذه المحبة من خلال الدعاء، تظهر المحبة. أي ثمرة، ثمرة رابعة، سبب فزع الشيطان اللعين. الدعاء للإمام سلام الله يسبب الفزع للشيطان. ليش؟ واضح جدا، لأن نهاية الشيطان عند ظهور الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وإقامة دولة الحق، هنا ينتهي دور الشيطان، ينتهي تماما. لذلك حينما نطالع الروايات والنصوص تتحدث شلون الحياة بعد ظهور الإمام سلام الله عليه واستتباب الأمر له، حياة أصلا حتى على مستوى التصور أحيانا الإنسان كأنه يعيش في خيال. ليش؟ لأنه لا دور للشيطان كما يقول العلماء. قال انظرني إلى يوم يبعثون. الله عز وجل ماذا أجابه؟ قال إنك من المنظرين إلى اليوم المعلوم، مو إلى يوم يبعثون، هو طلب إلى يوم البعث، ولكن الله عز وجل أرجأه فقط وفقط إلى اليوم المعلوم. اليوم المعلوم ما هو اليوم المعلوم؟ بعض العلماء أعد الله مقامهم استنادا إلى بعض الروايات يقولون اليوم المعلوم هو اليوم الذي يظهر فيه الإمام سلام الله عليه ويقيم فيه دولة الحق. إحنا خلاص ينتهي الشيطان، ينتهي دوره. ولذلك حينما يدعو المؤمن بتعجيل الفرج يفزع الشيطان، سبب لفزع الشيطان. هي ثمرة.
أيضا من الثمرات المترتبة على الدعاء للإمام سلام الله عليه أن الإمام يدعو له. أنت تدعو للإمام ولكن الإمام كذلك يدعو لمن يدعو له، كما ورد في الرواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول: إن من يدعو لقائمنا فإنه يدعو له، وطوبى لمن دعا له إمام زمان. بعد إذا دعا لك إمام زمانك فهنيئا لك. شوف حينما تدعو للإمام الإمام هم كذلك يدعو لك، وطوبى لمن دعا له إمام زمانه. ثمرة أخرى من ثمرات الدعاء له سلام الله عليه، يوجب الدعاء له يوجب سعة الرزق ودفع المكروه. يدل على هذا الأثر بعض الروايات، منها ما في الكافي والرواية صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه. دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب، تروح مثلا إلى الدار تذكر فلان من المؤمنين، ترفع يدك تدعو لهذا الأخ المؤمن، ماذا يترتب على دعائك؟ يترتب على دعائك سعة رزقك ودفع المكروه عنك من لطف الله سبحانه وتعالى. والروايات في هذا الصدد كثير، منها ما في الوسائل مسندا عن حمران بن عامر عن أبي جعفر إمام الباقر سلام الله قال: عليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب فإنه يهيل الرزق. كررها الإمام سلام الله عليه ثلاثة. شوف الدعاء للمؤمن بظهر الغيب. أيضا في حديث آخر مسلم عن مسألة ابن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب ويدر الرزق ويدفع المكروه. يدر الرزق ويدفع المكروه. أيضا رواية وأكتفي بها لضيق الوقت عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق ويصرف عنه البلاء، ويقول له الملك: ولك كمثل ذلك. شوف هذه الأحاديث تدل على حصول فائدتين كما هو واضح: سعة الرزق ودفع المكروه. لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، أخيه المؤمن. زين، أسأل سؤال: هل هناك مؤمن غائب كالإمام سلام الله عليه؟ إذا دعائي لهذا المؤمن العادي بظهر الغيب يوجب سعة الرزق ودفع المكروه، فما بالك بالدعاء لمن هو علة تامة للإيمان الكامل وهو الإمام صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات. إذن هذه ثمرة تترتب على الدعاء له سلام الله عليه. لضيق الوقت ما أستطيع أن أتناول أكثر من هذه الثمار، لكن أستعرض فقط عناوين، من أراد أن يرجع إلى الشواهد على هذه العناوين فليراجع المصدر المذكور. الدعاء له يوجب غفران الذنوب، الشرف بلقائه في اليقظة أو المنام، الرجعة إلى الدنيا في زمان ظهوره. والدعاء له وفاء بعهد الله وميثاقه،
يترتب عليه ما يترتب على بر الوالدين من الفوائد والمكارم، لأن أبوة الإمام صاحب العصر والزمان أبوة معنوية، وكما ذكرت في حديث سابق الأبوة المعنوية أشد من الأبوة النسبية. بعد زيادة إشراق نور الإمام في القلب، دعاء له توجب زيادة إشراق نور الإمام في القلب، توجب أيضا الفوز بنصر الله والغلبة على الأعداء بعون الله تعالى، الاهتداء بنور القرآن المجيد، صيرورته معروفا عند أصحاب الأعراف، الفوز بثواب طلب العلم إن شاء الله تعالى، الأمن من المخاوف والعقوبات الأخروية إن شاء الله تعالى، البشارة والرفق عند الموت، إجابة دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وآله، كونه مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرفيق الأعلى، يصير أحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله تعالى، يصير أعز الخلق وأكرمهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هي كلها يسوق لها شواهد من الروايات، وكما ذكرت لكم ذكر ما يقارب 89 فائدة تترتب على الدعاء للإمام صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف. من هذه الفوائد زيادة المحبة والولاية لأهل البيت، وهذا واضح جدا، من خلال التعلق بالإمام سلام الله عليه تزداد محبة أهل البيت، تزداد محبة أهل البيت في القلوب، ومحبة أهل البيت هي باب السعادة الذي ينفتح عليه الإنسان. ولاية أهل البيت، سعد من والاكم وشقي من عاداكم. شوفوا أعداء أهل البيت، أعداء أهل البيت في الشقاء. ابن زياد ماذا حصل؟ حصل على شيء؟ ابن سعد ماذا حصل؟ حصل على شيء؟ لا والله، قتلت أبي عبد الله الحسين لم يحصلوا على شيء، خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. ما أعطاهم ابن زياد ما كان يمنيهم، ما كان يمنيهم به، ما أعطاهم منه شيئا، فخسروا الدنيا والآخرة، ارتكبوا هاي الجرائم البشعة في حق الحسين وآل الحسين. شوف ابن سعد من صلافة هذا الرجل، يوم 11 من المحرم يلتفت إلى أصحابه، يأمر أصحابه ومن معه بدفن القتلى ممن معهم، وترك الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين على البوغاء بلا مواراة بلا دفن. بقى أبو عبد الله الحسين 3 أيام، 3 أيام على وجه الثرى، نساء من بني أسد بعدما ارتحل ابن سعد جاءوا يستسقون الماء، وصلوا وإذا يشوفون الجثث الزواكي، فهالهم ذلك المنظر، خصوصا بعض الجثث كانت مقطعة إربا إربا، فرجعوا إلى رجالهم يستحثونهم، عرفوا تلك الجثث لمن؟ يستحثونهم للنهوض لدفن هذه الأجساد. إن فاتكم شرف نصرة الحسين فها هي جثة الحسين وجثث أصحابه على البوغاء، فبادروا لنيل شرف دفنها ومواراتها. إجوا شافوا تلك الأجساد على البوغاء، قال بعضهم ماذا نصنع؟ إنا نخاف أن تداهبنا خيل ابن زياد، فماذا نصنع؟ قال كبيرهم ضعوا لكم عينا ربيئة، خلوا لكم عين على قارعة الطريق والبقية
يبادرون إلى دفن هذه الأجساد. استحسنوا مقولة الرجل، فعلا وضعوا عينا لهم على قارعة الطريق وتقدموا نحو بدن أبي عبد الله الحسين. اجتهدوا على أن يحركوا عضوا من أعضائه فلم يقدروا على ذلك، ما استطاعوا. فقال بعضهم لنتحول إلى الجثث البواقي ثم نرى أمرنا فيه، خلونا نصير إلى الجثث ندفن البقية الجثث ثم بعد ذلك نرى أمرنا في هذا الجسد. بينهم كذلك وإذا بفارس قد طلع عليهم من بطن الصحراء، بطن البادية، وقد ضيق لثامه، فلما رأوا ذلك الفارس انكفأوا عن تلك الجثث الزواكي، ابتعدوا. يقول الراوي فنزل ذلك الفارس كهيئة الراكع وتقدم نحو جسد الحسين سلام الله عليه، انكب على الجسد وهو يبكي حتى بل لثامه من كثرة دموعه، ثم رفع رأسه. قال ما وقوفكم عند هذه الأجساد يا بني أسد؟ قالوا جئنا لنتفرج يا أخ العرب. قال ما لهذا جئتم؟ أصدقوني. قالوا جئنا لمواراة هذه الأجساد، ولكن لم نعرف هذه الأجساد إلا هذا الجسد، جسد الحسين، نور الإمامة وعظمة الإمامة. قال أنا أكفيكم أمرهم، أعينوني. الله أكبر، ماذا صنع؟ خط خطا قال احفروها هنا حفيرا، فحفروا حفيرا أنزل فيها 17 جثة، ثم قام ومشى خطوات وقال احفروها هنا حفيرا، فحفروا له حفيرة أنزل فيها بقية الجثث 70 جثة، وأفرد جثة من بينها شق لها ضريحا مما يلي رأس الحسين، ثم تقدم نحو ذلك الجسد المقطع مقطوع الرأس المرضوض، مرضوض الجسد، الله أكبر، ساعد الله قلبه. جاءوا إليه، أحاطوا من حوله. قال أنا أكفيكم أمرا. قالوا أخ العرب نحن اجتهدنا جميعا على أن نحرك عضوا واحدا من أعضائه فلم نقدر. أنت بوحدك تستطيع؟ فرفع رأسه قال إن معي من يعينني على دفنه. يا الله، من كان مع الإمام زين العابدين؟ كان معه رسول الله. يا الله، وضع يده تحت ظهره، ظهر أبيه المبارك، رفع الجثمان المبارك ثم أزال التراب، وإذا بقبر محفور معد، هذا القبر الذي حفره النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أم سلمة، عظم الله أجوركم. لكن شافوا بنو أسد، شافوا هذا المشهد، هذا المشهد اللي يقطع القلب ويقرح الجفن، شافوا الإمام يمشي بضع خطوات ويلتقط شيئا من الأرض، يضم يشم ذلك الشيء، يقبله وينفجر باكيا. الله أكبر، الله الله. قال علي بارية قام حفر قبر حسين يمه، وقام محني الظهر ووضع يد تحت الرجل والثانية تحت الظهر، وقام كل ما رفع جانب الثاني
يخر صاحبو يشلون شيلك ولو صال مطشرة. قال علي ببارية جيء إلي ببارية، البارية مثل الحصير، وضع الحصير على الأرض ثم أخذ يجمع أعضاء أبيه المقطعة. أويلي لم جميع أعضاء أبوه اللي نشأ اللي انكسر واللي نشم، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام، حطه لفه بقبره، لفه حطه بقبره وقام يشم بمنحره. أخذ يقبل منحر أبيه وهو يقول طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. أهال التراب على جسد أبيه. بعد ذلك التفت إلى بني أسد، قال يا بني أسد هل بقي أحد لم يقبر؟ ويدري لكن يريد بنو أسد يجيبوه. فقالوا نعم أخ العرب، هناك بطل على المسنات مقطع أربا أربا. يقول الراوي قام كهيئة الراكع جاء إلى المسنات وينادي على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. انكب على جسد أبي الفاضل، أخذ ينادي على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. يا عمي يا عمي يا عمي سلبتنا عداك بعد عينك، يا عمي سلبتنا عداك عداك، شيل العلم واشهر سيفك الفتاك. اي والله شيل العلم واشهر سيفك يا فتفك الفتاك. بعد ذلك التفت إلى بني أسد، مضى إلى فرسه، أحاط به بنو أسد، قال يا بنو أسد أما قبر الحسين فقد علمتموه، وأما الحفرة الأولى ففيها أهل بيته وأقرب الناس إليه ابنه علي الأكبر، وأما الحفرة الثانية ففيها أنصاره، وأما القبر المنفرد فهو لحامل لوائه حبيب ابن مظاهر الأسدي، وأما القبر الذي على المسنات فهو لقمر العشيرة أبي الفضل العباس. قالوا أخ العرب من أنت؟ قال وأما أنا فإمامكم زين العابدين، جئت لموارات والدي. لكن المصيبة وين؟ المصيبة مو هنا، المصيبة بالكوفة. لما رجع إمامنا زين العابدين إلى الكوفة استقبلته العزيزة زينب، قالت يا ابن أخي أين كنت يا حمانا؟ اختنق الإمام بعبرته، رأت آثار الغبار على عمامته، صاحت أين كنت يا رجاء يا رجانا، أين كنت يا حمانا؟ قال عظم الله لك الأجر، الآن رجعت من دفن والدي. لما سمعت زينب بذلك لطمت على رأسها ونادت أبوك إلى الآن لم يدفن، وأخاه وحسينا. أحطنا بنات الرسالة بالإمام، الإمام جالس وبنات الرسالة من حولي، هذه تسأل عن أبيها، تلك تسأل عن أخيها، ثالثة تسأل عن ولدها، والإمام يجيب والدموع تتقاطر من عينيه المباركتين. وكل ولد جدت سايل
عن ابنه ورمله تهل الدمع وتصيح بغبنها. العريس قل جنازته يا هو دفنها، الله يا قلب اش تحتمل من فجعة البيت. قالها انكسرتي والكسر ربك يجبره. العريس بيدي نزلت جثته بقبره، وياها خوته موسدين بفرد حفره، وقلب شعب من شوفته مخضب الكفه. وجت الرباب تصيح قلبي من الوجد ذاب، بالله ارد نشدك يا الذي وارت لحبا. عن نور عين حسين قبلتي التراب، شلت النبل عنه ونزلت الجسد زين. بيا حال شفت اجسادهم يا نور عيني، قالها بعري قالت انشدك عن جنيني. شفت بعينك قال بس لا تشعبيني، واريت عبد الله يا يما بحفرة حسين. وإذا بزينب تخاطب النساء افرجوا لي. جاءت وقفت على رأس الإمام زين العابدين. سمعت زينب وصاحت أنشدك يا علي نشدة، تقل عادة الميت يصير على الترب خدة. قل شلون دفنت أبوك حسين وهو راس ما عنده؟ جذب حسرة وهل دمعة، وبقلبه زادت الصدعة. يقلها ومختلف وضع عم زينب، ابدال خد حسين صار على الترب نحرة. يا ابدال خد حسين صار على التراب نحرى. بعد عندها سؤال ثاني، هذا السؤال وأسألكم الدعاء. بجت وتحسرت زينب تقل والدمع يجري، يا نور العين يا سجاد ضاق من الخبر صدري. أنشدك عن أبو فاضل ذاك اللي كفى الخدري. عن ماذا تسألين يا زينب؟ اسمع. قالت شلت السهام من عينه ودفنت وياه شفينا، دقل الجود شاوينا، اجيت وما جبت وياك جودة وراية الخضرة. اي والله جودة وراية، يا الخضرة. روحي فدالك يا الذي للغسل ما نا ولا الجسد من ارتفع من فوق شيئا، ولا الجنازة هللت من خلف ارجاء، ما حد حفر قبره هو جثته في الكافور تربه، والغسل دم الجاري، والجفن فصل لأبو محمد. أبو محمد بوا
وقبره بقلب اختل خذوها بجمال عاري وقلب الذي خلص زمانه في بواشي أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربه. يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم إنا نتوجه إليك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.